دكتور حسن رحموني، الطبيب الرئيسي للمركز الصحي ودار الولادة عين حرودة. كما كتشوفوا اليوم عندنا واحد العملية مهمة، وهي عملية التبرع بالدم، واللي قامت بها جمعية مبادرة للتنمية، جمعية مبادرة للتنمية اللي كترأسها السيدة الساكنة فاطمة. كما كتعرفوا العملية ديال الإنقاذ ديال التبرع بالدم، الهدف ديالها وهي إنقاذ حياة بشرية. و كتعرفوا باللي من الناحية الدينية، من أنقذ حياة أو نفسا كأنما أنقذ البشرية جمعاء. وكذلك هاد التبرع راه ما كيشكل حتى شي خطر على المتبرع، و هاد كتعرفوا على حسب بأن كل واحد تبرع بالدم ديالو، لأنه في 72 ساعة كيمكن له كيسترجع داك الدم اللي عطاه، و كتعطاه في المقابل شهادة التبرع بالدم. شكون هما هاد الناس اللي كيتبرعوا؟ الناس من 18 عام حتى ل 60 عام، كيف بحال كانت الوحدة امرأة أو رجل. علاش كنتبرعوا بالدم؟ كما قلنا لإنقاذ حياة بشرية، لأن هاد الدم ما يمكنش يتصنع، ما يمكنلوش يتصنع بطرف من طرف مختبرات أو مصانع أو كذا. فإذا كتلقى المصدر الوحيد للدم وهو الإنسان المتبرع. كما كتشوفوا راه جا واحد طاقم طبي مختص في هاد التبرع بالدم. فاش كيجي لواحد المتبرع حتى كتقوم عليه فحوصات من ناحيه ديال التونسيون، حتى كان فحص طبي معمق لسلامة المتبرع ولسلامة الإنسان الذي سيستفيد من هذا الدم. كما كتشوفوا هاد الطاقم الطبي اللي جا معاه وجبات غذائية، ما كيعطي الواحد الدم ديالو حتى كياخذ وجبة فطور، ومن موراها فاش كيعطي عاود كيتبرع بالدم ديالو، كيمكن له يتناول بعض الأغذية المهمة. كما كتشوفوا هاد الناس ديال مركز تحقن الدم جا خصيصا هاد النهار للمركز الصحي عين حرودة، وحنايا بالنسبة لنا هذه أول عملية كتقوم في هاد المركز الصحي ديال عين حرودة، وكنتمناو أنها تكون موراها عمليات أخرى في المستقبل إن شاء الله. هاد ما نساو شيء باللي حتى إلى جانب الأطباء اللي كيشرفوا على هاد العملية، كاين ممرضات مؤهلات لهاد الغرض. شنو كنديروا بهاد الدم؟ شنو كنديروا به؟ كناخذوا منه الكريات الحمراء، وهذه مهمة بزاف لعلاج حالات فقر الدم أو النزيف الدموي. كناخذوا منهم الصفائح لإيقاف النزيف الدموي عند بعض الأشخاص اللي عندهم نزيف. كناخذوا منهم البلازما وهو عنصر دموي كيحتوي على البروتينات الضرورية، كالجلوبولين اللي هو كيخدم في المناعة. كناخذوا منه عوامل تخثر، كتعرفوا باللي بزاف ديال المرضى بحال اللي عندهم ليموفيليا محتاجين بزاف لهاد العوامل ديال التخثر، كناخذوها من الدم. هاد
التحليل هذا التبرع بالدم كيمكن من هذوك المتبرعين انهم يعرفوا الصنف الدموي ديالهم، كيعرفوا واش هما مصابين او لا بمرض السيده، كيعرفوا واش هما مصابين او لا بفيروس الكبدي بي او لا الفيروس سي او لا مرض الزهري، وكذلك كنشوفوا لهم الحاله ديال الكبد ديالهم واش كتعمل بصفه طبيعيه او لا. بمجرد ان الانسان كيعطي الدم ديالو 7 ايام مورا داكشي كياخذ واحد البطاقه المتبرع بالدم. اشنو الثمن ديال الدم؟ كتعرفوا باللي الدم ما عنده حتى شي ثمن. اغلى حاجه يمكن يعطيها الانسان هي الدم ديالو. انما هذاك الثمن اللي كيتعطى في مقابل الدم اشنو كيدار به؟ وهو كيدار به كيتشرى به هذيك الاكياس الفارغه المعقمه، كيداروا به تحاليل مخبريه، كدار به مطبوعات وبطاقات الصنف الدموي، وكذلك كتغطي مصاريف التجزئه والتخزين. وفي الاخير كنشكر باسمي انا واسم جميع العاملين بالمركز الصحي والمندوبيه الصحه على هذه العمليه الانسانيه اللي قامت بها الجمعيه، وشكرا.